هاي ام مروه انا مسافه وحنا ذا دحمن توينز رانا ولينا لكم فلوج جديد وفيديو جديده واذا ما شفتوش الفيديو اللي فاتت نخلي لكم تحت في ديسكريبسيون بوكس السمانه اللي فاتت لي زاكوبي كانوا غاستريسي كانوا يوجدوا لهاد السمانه هاد السمانه صرا فيها بزاف سوال مي هضروا على الصرا اروحوا نشوف جيزي يا ريت يستارت كما شفتوا في السمانه اللي فاتت لي زانكوبي كانوا يوجدوا في لي بريزونطاسيون تاع لوغ بروجي واليوم هو لو جور جي اليوم رانا عند ديزي شكون اللي ما عرفش لينا ديزي اي وي اليوم انا رايحين ماشي باش نفيك سو انا رايحين شويه بيهايند ذا سين اليوم دينا لي زانكوبي تاعنا وان اوف اور امبورتنت بارتنرز اللي هما ديزي جينا في الاتاج اللي حنديرو فيه لا فيزيت افيك لي زانكوبي تاعنا they are very stressed because عندهم الحشية exactly دونك وش تملك كيما شفتو وصلنا ريحنا بيان وجا المومو تاع لو مو دو بيان فولو من عند لي بخومي ريسبونسابل دو ديزي Bienvenue en Algérie, bienvenue chez Djezzy. Nous sommes très ravis de vous accueillir aujourd'hui. Djezzy hier était une start-up. Hein? Donc voilà, aujourd'hui on est les leaders sur le marché des télécoms. On commence petit et on devient grand. You are coming to our headquarters, so it is a pleasure for us to meet you all today. It's not choice in us or not to be. You need to go through this journey of transformation. Tout d'abord, bienvenue à tous ici. Seul, on ne pourra jamais aller. Au bout de Kemlo, les incubés présentent leur homme واحد واحد. On voit la haja work de networking, où les premiers responsables de Djezzy s'y a eu à focter à les incubés ou leurs projets profondément. Où est la haja work de l'Iftar, où les incubés ont de charger bien l'énergie de l'Iftar. Et oui, il y a eu le pitching. Là, ils sont les équipes de Djezzy de différents départements. Les incubés qui nous gastressent ou nous jouent de près Mais il y a d'autres qui peuvent faire ça. Maintenant, on va chercher le pitching. On va chercher les participants de la lecture. Exactement. Let's go. Je vais même vous présenter. Diamond, il faut mâcher un chewing-gum. Ou trop l'oublie, le stress, ça peut déranger le chewing-gum. Juste avant de monter sur scène, vous jetez le chewing-gum, donc vous jetez tout votre stress. I'm pretty good. I'm pretty excited to do the pitch. A little bit nervous, no? I'm used to pitching, so it's gonna be great. بدأ لو بيتشينغ وبداو لي زانكوبي يفوتو واحد بواحد باش نفهمكم لانكوبي يكون عنده 5 دقائق باش يدير لا بريزونطاسيون تاع لو بروجي تاعو اي بوي يسقسوه دي كيسيون وبعد نكملو كاع كلمه تاع الختام كانت المدام حميدي فهيمه وبعد من هي تاع كل بيتشينغ راكم عارفين ذا نتوركين وين بداو يمدو نصائح ويتبادلو الكونتاكت لهنا كنا لحقنا لا فات على الجورني تاعنا فوتنا هاي كاع من الصباح للعشية عن ديزي اند كملناها بإن فوتو باش تقعد سوفينير اليوم نهار جديد لي زانكوبي زون ديسيدي باش يمدو دي فيدباك على كيفاش كانوا لي بريزونطاسيون تاعهم البارح عن ديزي سيتي فريمون لا ميور بريزونطاسيون وبعد ما كملوا لا ريونيون تاعهم جيت باش نحكي لهم على الانفيتي تاع اليوم اللي هي سفيرة دولة نيجيريا بالجزائر بدينا الاولى مع مهدي اللي عرفها بانكيومي والبروغرام دافريكا باي انكيومي اكس ان اي باللي ديتاي وبعد ما كملنا الكسندر اللي هو من دوله نيجيريا مشارك معنا بدا يبريزونتي في سون ستارت اب ومراه بداو لي زانكوبي يبريزونتي واحد بواحد وجا وقت الانترفيو accepted this invitation and came to incubate I'm very impressed with what I have seen so far. Always had this passion to see African, young African
youths, you know, young African men and women going into entrepreneurship. I've seen what he was working on, yeah, and I'm very impressed. And I wish to thank him for giving him this opportunity. وفي الأخير سفير الدولة النيجيرية في الجزائر مدتنا بتي سوفنير وما محنا كملناها بإن فوتو دو غروب. اليوم كانت ليلة مولد النبوي الشريف وين احتفلنا به بلي تراديسيون الجزائريين وعرفنا لي بارتيسيبون تاعنا على كيفاش يفوت المولد النبوي الشريف في الجزائر. بيان سور ما يفوتش المولد النبوي الشريف بلا ما نديرو الطمينه. عرفناهم على الحلويات الجزائريه وجدنا كلش وبدينا السهره تاعنا. بون اليوم المولد النبوي الشريف كي نقولوا مولد النبوي نقولوا طمينه ايوا معنا تشوفوا واش درنا. Anyways, حمودكم بون حنكون قلناها شوية رطار بس كان ما حيت بوست السنة الجاية. Anyways, صح حمودكم يعني عليكم صحونا إن شاء الله. We're so happy as you can see. نرجع فرحانين من مين فرح با دنا اللي تخدي شون جزائريين وكرنا طردكم. Let's go. من سهرتنا سينا نعرفوا على الرياكسيون تاع لي زانكوبي. احتفلنا بالمولود الاسلاميه والجزائريه اخواتنا اخواننا من بلدان اخرى. اي مو سي كازمي لا فيت تراديسيونيل اي اسي انتريسون جي جامي يو لوكازيون دو بارتيسيبي ا اون سي لا بروميير فوا اي سيتي اكسيبسيونيل. وكملنا سهرتنا مقصرين وما تنساوش تكتبوا لنا في لي كومونتير على لي تراديسيون تاع ليلة المولد النبوي الشريف عندكم. ها حلو بزاف حلو بزاف اه حلو بزاف. نهار جديد ودي زانفيتي جدد. اليوم جاونا بيزنس فرونس واللي جابوا معاهم لي ستارت اب تاع فرنش تيك تور. اول حاجه بدينا نتعرفوا عليهم واحد بواحد. ومن بعدها لزنكيبي بدأوا يبريزنتيو في لغ ستارتاب وكل عادة كي نقولوا بريزنتاسيون أو بيا بيتشين نقولوا دي كيستيون. وبعد نكملوا قال لبريزنتاسيون جاء الوقت وين هدرنا على البروغرام دافريكا باي إنكيوبمي إكس إم إي أي وجاء الوقت تاع النتوركينج وين تبدلوا الكونتاكت وسمعوا لي كونساي اللي قالوهم لهم. اليوم زارونا دي ستارت اب اترونجير اللي جاونا مع بيزنس فرونس الجيري سو لو كادر تاع لا فرنش تيك تور. اي وي جاو شافوا الانكوباتور تاعنا تقربوا بزاف من زانكوبي تاعنا
ou t'arrives voilà leur projet et là pour le moment on a un Yaklo Morana qui marque le tofu et voilà. وكل عادة كملنا نهارنا بإي فوتو باش تقعد سوفينيا. نهار جديد وكوتشين جديد. اليوم عنا دو كوتش. الأولى بدأوا مع الكوتش هانا. اللي عاونتهم في الجروث هاكن لي زانكوبي كانوا قاع حاطين معاها والدوزيام كوتشين كان مع لو كوتش انيس عبابسيه اللي عاونهم في البراندين الماركت ارواح كيف نعرفوا اكثر على الكوتش تاعو سو هانا بن مراد ليتس سي هايبر اكتيف ميبي Okay. Une digital strategy. On a abordé donc la thématique growth hacking. What is growth hacking? Mm-hmm. Alors, growth hacking match parfaitement bien avec les startups. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'une des meilleures façons d'évoluer de façon rapide et organique. Oui, aussi. Mm-hmm. Mais c'est surtout de savoir cibler. C'est savoir cibler, donc ça va de l'acquisition jusqu'au referral. Donc ensuite, toutes les étapes, et on parle d'absolument tout, le plan, structure, KPIs, all and all. Digital branding, I think. My superpower, I think, is to make the startups create a compelling enough story to tell around their brand, so it makes people have interest in what they are trying to sell as a product. I think as a first step, what I'm trying to do is to help them build a strong enough brand to carry the product they are trying to market, to build a strategy, a go-to-market strategy in order to reach what we call their buyer persona and convince them to adopt their product. La fin de le vlog tana nitlaqaw semaine al jaye vlog jdid w ma tnsaouch tbaouna sur nos réseaux sociaux bien sûr and that's it see you in the next video bye